يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. أولا وقبل كل شيء، رمضان كريم مسبقا أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. طبعا أعتذر جدا جدا عن التأخير، لم أنزل فيديو جديد منذ مدة طويلة وكل هذا بسبب الدراسة، لكن لا بأس، الحمد لله استطعت تنزيل هذا الفيديو مع أنه التصوير كان في الليل، لم يكن يعني بتلك الدرجة، لم يكن ذا جودة جيدة، لكن لا بأس، المهم صورته. ففيديو اليوم سيكون عن تلوين رسمة كاملة فقط بالهايلايترز المدرسية، يعني حقا تحدي صعب، خصوصا وأنه ألواني محدودة، يعني فقط أخضر أصفر وردي أزرق برتقالي. سنقوم بتلوين رسمة بهذه الألوان فقط. طبعا هذه هي الرسمة التي سوف أقوم برسمها، وبدأت برسم الرسمة بقلم الرصاص، طبعا هذا قلم الأسنان، لكن لا فرق بينه وبين قلم الرصاص، المهم أن تبري قلم الرصاص جيدا حتى يصير رأسه رفيعا. طبعا بدأت برسم الرسمة بالأساسيات لأني لم أعتد إطلاقا على رسم الرسومات بدونها، لم أعتد على الرسم مباشرة، لكن إن شاء الله سوف أتعلم الرسم يعني مباشرة على الورقة. بالتأكيد قد لاحظتم تغير طريقة التصوير، يعني زاوية التصوير، لأنه هناك من كان يقول الصورة غير واضحة، الرسمة غير واضحة، جودة الفيديو غير جيدة، تعرفون مثل هذه الانتقادات. لذا أخبروني برأيكم في هذا الفيديو في التعليقات، هل هناك تحسن أم لا. كذلك إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص الرسم أخبروني بها في التعليقات، وإن شاء الله سأجيب عنها في فيديوهات قادمة. وبما أني كنت أريد تنزيل هذا الفيديو في أقرب وقت، رسمت الرسمة بسرعة حتى أني لم تكن نتيجة الرسمة مثل الصورة الأصلية التي رسمت منها، لكن لا بأس، المهم الرسمة جميلة. ولمن يريد تعلم أساسيات رسم الأنمي، لأنها بصراحة جدا مفيدة لتعلم الرسم للمبتدئين، أنصحكم بطريقة المكعب، هي طريقة جدا سهلة ومفيدة للمبتدئين، سأترك لكم رابطها في صندوق الوصف. إذن هذه نتيجة الرسمة، بصراحة جدا أعجبتني وأنا متخوفة من تلوينها، أخاف أن أفسدها أثناء التلوين، لكن هذا هو التحدي ويجب علي القيام به. وحان وقت تحديد الرسمة، بالطبع حددتها بقلم جاف عادي متوفر في المكتبات، اسمه Flare Carbonics Grip. بدأت بالتحديد، وكما تعلمون مرحلة التحديد هي أصعب مرحلة بالنسبة للرسامين، لأنه قد تكون الرسمة جميلة وهكذا أنا سعيدة بالنتيجة وفخورة بالنتيجة، ثم تأتي مرحلة التحديد وأي لحظة أتسرع فيها تتشوه الرسمة بسبب إعوجة الخط أو غيرها. لهذا مرحلة التحديد هي مرحلة تحتاج إلى التركيز والتدقيق وكذلك الاسترخاء، يعني عدم التعجل والتسرع. حان وقت التلوين، أكثر مرحلة كنت متخوفة منها، فبدأت بتلوين العينين. أولا لونت المنطقة السفلى بالأصفر والمنطقة العلوية بالأخضر، ثم أضفت بعض التفاصيل بقلم التحديد. لنتحدث الآن بعض الشيء عن شهر رمضان. شهر رمضان ليس كما يعرفه البعض، يعني سهرات، لعب، ضحك، طاولة مملوءة بأصناف الطعام. لا، شهر رمضان هو شهر عظيم، شهر العبادة، شهر الصلاة، شهر الذكر، شهر قراءة القرآن الكريم. أما بالنسبة لنا نحن الطلاب المقبلين على الشهادات الرسمية، شهادة التعليم المتوسط، شهادة التعليم الثانوي، للأسف الشديد علينا استثماره في المراجعة، خصوصا أنه العطلة، عندنا العطلة في شهر رمضان ويجب علينا استثمارها في المراجعة، وخصوصا أنه بقي لي شهادة التعليم المتوسط أقل من شهرين. شهادة التعليم المتوسط في 5 جوان 2023، لهذا كل من لم يتدارك الأمر عليه البدء، عليه البدء بالمراجعة، عليه
الشروع في المراجعة، لأنه إذا أردت أن تنجح بالمعدل الذي تريده وبالعلامة التي تريدها عليك أن تتعب. يعني النجاح لا يكون بالغش، النجاح لا يكون باللهو، النجاح لا يكون باللعب، بل يكون بالتعب. وهذه الرسالة التي أردت أن أوصلها إليكم. بصراحة استمتعت كثيرا بتلوين هذه الرسمة، يعني مع أنه ألواني كانت محدودة إلا أني أحسست وكأني ألون بالماركرز، يعني ألوان محدودة لم تكن مثل تلك الماركرز التي فيها درجات مختلفة وغيرها، لكني استمتعت كثيرا وأحسست وكأني ألون بالماركرز، يعني راحة نفسية لا توصف. أنصحكم جدا بتجربة هذا التحدي. وبالطبع أرسلوا لي تطبيقاتكم على حسابي على إنستغرام وبينترست، الروابط في صندوق الوصف، وأرسلوا لي كذلك بعض رسوماتكم لأعرضها في أواخر الفيديوهات باسم رسومات المتابعين إذا كانت هناك فيديوهات. بالطبع هنا لم يكن لدي يعني لون هايلايتر أغمق من هذا، لهذا كنت أعيد فوق تلويني في المناطق في مناطق الظلال كي يظهر أغمق ويعطي للرسمة هكذا تأثير الظلال. أردت أن أخبركم أني قررت الثبات على التحدث باللغة العربية في فيديوهاتي، لأني كما أخبرتكم جزائرية واللهجة الجزائرية تصعب على العديد من الناس، يصعب العديد من الناس فهمها، لهذا سأثبت على اللغة العربية. هنا الجزئية التي كنت في حيرة كيف سألونها، لكن الحمد لله استطعت أن ألونها. وضعت هكذا خطوط باللون البرتقالي، ثم بينها بين كل خطين عريضين خط رقيق هكذا، ثم وضعت خطوط أفقية باللون الأصفر، والحمد لله كانت النتيجة جيدة. بالمناسبة شكرا جزيلا على تفاعلكم الرهيب في فيديو سكبت قهوة على ساشا، والله العظيم كنت سعيدة جدا بتفاعلكم في هذا الفيديو، أشكركم جزيل الشكر. في هذه اللحظة واضح أنه قلم التحديد الوردي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، يعني لم أكن أتوقع أنه سيكمل لي كامل القميص، لكن لحسن حظي استطعت تلوينه كاملا وكذلك استطعت إضافة الظلال. أترككم الآن مع بعض تعليقاتكم الرائعة التي دائما تشجعني على وضع على تنزيل الفيديوهات، وأعتذر لكل من طلب مني تنزيل فيديو ويعني بقيت مدة طويلة لم أنزل فيديوهات، أعتذر بشدة. وأترككم مع هذه التعليقات الرائعة، شكرا جزيلا لكم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وها هي ذي نتيجة الرسمة. أنا بصراحة أعجبتني وأتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إذن لا تنسوا الإعجاب وترك آرائكم في التعليقات، ورمضان مبارك مسبقا. نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء.